فيما يخص التنمية على بلدية، على مستوى بلدية قصر الأبطال. يعني حصلت مدة سنة، جينا لقينا عدة مشاريع عالقة على غرار الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 64 مرورا إلى عائلة سلوم وميهوبي، الذي كان متوقفا منذ 3 أو 4 سنوات بسبب نزاع عقاري. الحمد لله بفضل ربي سبحانه تم حل المشكل هذا نهائيا، رغم جميع الحلول التي أقرها الوالي السابق السيد كمال عبله. فضل ربي سبحانه كملنا هذا المشروع بقيمة مليار سنتيم وتم غلقه نهائيا. كذلك استفادت بلدية قصر أبطال من برنامج السكن الاجتماعي منذ 2009، من حيث السكنية تقدر ب 140 مسكن. هذا المشروع الموضوع على مستوى مخطط شغل الأراضي بولاية زفير لم يرى النور. يعني الشكر موصول للسيد الوالي السابق والسيد الوالي محمد الأمين درامشي حاليا، حيث الحمد لله تم إكمال جميع الأشغال من تعبئة الطريق، إكمال قنوات الصرف الصحي، تزويد هذه السكنة بالمياه الصالحة للشرب وبالكهرباء. يعني الحمد لله، والقائمة نبشر المواطنين توعا أن القائمة حاليا تدرس على مستوى الدائرة، وسيتم إن شاء الله يعني بعد الانتهاء من دراسة الملفات سيتم يعني الإعلان عن المستفيدين إن شاء الله من هذه السكنات. كذلك استفادت بلدية قصر أبطال من نقب مائي على مستوى منطقة ولاد بوكتير لتزويد منطقة العياضات، الذي كان متوقفا، وجدناه متوقفا عنده حوالي 4 أشهر أو 5 أشهر بسبب انحسار الفاس تاع الصولدة هذه في النقب. هذا النقب يزود منطقة العياضات، هذو السكان يعني اللي صبروا بزاف، عندهم حوالي سنة يعني 3 سنوات ما شربوش مساكن طول. يعني حاولنا احنا منذ تولينا المنصب هذا يعني لقينا لهم حل ولو مؤقت، حاليا يعني راه حل المشكل شوية عندهم الفراج القديم تاعهم اللي قالوا لهم المسؤولين في السابق انه ما يمشيش طول. الحمد لله رحنا حنايا درنا له كاميرا ولقينا فيه الماء وجبنا بومبا وركبنا المذخه ركبناها ولقينا الماء، وعقب الصيف هذا الحمد لله على الاقل 50% شربوها المواطنين. النقب هذا جديد فضل يعني الحمد لله المجلس الحالي تم إكماله، وكذلك استفدنا من مشروع بقيمة 1.5 مليار بتزويد والله بالربط النقب الجديد بالخزان المتواجد على مستوى العياضات، والأشغال 95% على يعني قرب النهاية تاعها. كذلك خممنا على العياضات دوار كبير وبدا يقدم لهنا شويه للعيال الاولاد بوكثير. يعني الحمد لله نزيد نشكر السيد الوالي اننا زدنا استفدنا من خزان مائي بسعه 300 متر مكعب والاشغال كذلك 95%. خلال شهر ان شاء الله نستلموا هذا المشروع ونبشروا المواطنين تاعنا خاصه سكان العياضات وما جوارها. كذلك تهيئه حضاريه امام مدرسه ابتدائية مباركي إبراهيم وكذلك قرية ولاد محلة. هذه القرية تعاني بزاف بزاف من مشكل الفيضانات، رغم أنهم داروا حلول سابقة إلا أنها لم تجدي نفعا. الحمد لله بعد التخطيط الجيد درنا مشروع أمام القرية من أجل حماية هذه السكنات من خطر الفيضانات والمدرسة كذلك، يعني مشروع ناجح 100%. ذلك يعني عندنا فيما يخص قاعات العلاج التابعة للبلدية، هذه القاعات كانت تعاني كثيرا كثيرا، كانت غير مزودة بالغاز الطبيعي، لا طونشيتي تاعها فزدت. الحمد لله تم التكفل بها على غرار قاعة علاج العياضات التي تم تزويدها بالغاز الطبيعي بالماء الشاروب، إعادة طلائها من الداخل من الخارج. كذلك قاعة العلاج بدوار ولاد محلة التي كانت تعاني من لا طونشيتي تاعها عيانة، الحمد لله درنا لها مشروع برنامج على مستوى الميزانية الإضافية السابقة وقمنا بالإصلاح تاعها، وكذلك تزويدها وربطها بشبكة الغاز الطبيعي أنها كانت ما فيهاش خلاص. كذلك عندنا قاعة العلاج بدوار قبل تزديم، هذا الدوار ثاني نقدر نقول شوية ما نقولش مهمش، نقول نصف مهمش، هذه القاعة معزول. الحمد لله يعني والشكر موصول السيد الوالي الولاية مدير الإدارة المحلية السيدة رئيس الدائرة، يعني درنا بطاقة تقنية وتم التكفل
بإعادة الاعتبار لقاعة العلاج، وقرار تخصيص مبلغ مالي متواجد على مستوى وعدنا في انتظار مداولة المجلس الشعبي البلدي، كذلك مدرسة قبل زديم التي هي متلاصقة يعني مع قاعة العلاج التي تعاني الجميع يشهد لها، الجدار راح يريب، لا مطعم لا النوافذ تاعها راحت. الحمد لله يعني بمجرد يعني دخول مدرسة هذا انتقلنا بمعيه السيده رئيسه الدائره، اين اشتكى السيد المدير يعني من هذه النقائص، والحمد لله تم التدارك تاعها. الشكر كذلك موصول للمصالح السلطات المحليه دائما على راس السيد ولي الولايه والسيد رئيس الدائره. يخص هذا يعني بصفه عمل القضاء على كاين مشكل يأرقنا، مشكل بيئي، الا هو مشكل النفايات الدواجن اللي تعاني منه بلديه قصر الابطال، يشكيو منه كامل الناس. يعني في السابق كان مشروع، جات واحد الشركة من الجزائر العاصمة من أجل الاستثمار في هذه المادة، تم منحهم قطعة أرض على مستوى منطقة قبل زديم، إلا أن المشروع لم يتجسد. الشكر كذلك موصول السيد والي الولاية محمد بن درامشي، أينما تم طرحت عليه الاشتغال هذا في المجلس التنفيذي الولائي، مدير البيئة كذلك مشكور، وين قلنا له كاينين مستثمرين محليين حابين يستثمروا في هذا المجال هذا ونقضيوا على هذه النفايات اللي صبحت تأرق المواطنين خاصة في فصل الصيف. كاينين مستثمرين بشر المواطنين تاعنا انهم وضعوا ملفات تاعهم، وان شاء الله يعني الاراء راهي كامل مقبولة، نظن بالك خلال العام ولا العام الجديد هذا ان شاء الله تتجسد هذه المشاريع ونقضيوا نهائيا على هذا المشكل يعني اللي منذ سنوات عنده حوالي 10 سنوات. كذلك التنمية على مستوى مركز بلدية قصر الأبطال، خلال الميزانية الإضافية السابقة دائما يعني لقينا مبلغ ما نقولوش معتبر، يعني عندنا عدة طرقات حضارية داخل هنا تعاني اهتراق كبير على غرار الطريق المؤدي إلى معتقل قصر الطير وقاعة متعددة خدمات، يعني طريق ما تمشاش. الحمد لله عندما تم التكفل بها والأشغال الجارية، عندنا كذلك طريق المؤدي إلى مرجة العرش تم التكفل به كذلك بقيمة 600 مليون، الذي يعتبر كذلك مدخل للبلدية، أين البلدية تعاني حركة يعني حركة مرور مكتظة. كذلك يعني برمجنا إعادة الاعتبار للحديقة العمومية، يعني أولادنا وأبائنا أجدادنا يعني نجي نمر نلقاهم ساكن قاعدين على الحاشية تاع الطريق ما عندهمش حتى وين يقعدوا. فكرة جات المجلس الشعبي البلدي أنه يعني تم إعادة الاعتبار لهذه الحديقة والأشغال الجارية. السكن استفدت بلدية قصر الأبطال مؤخرا من حصة 30 بناء ريفي، يعني هي في الحقيقة حصة قليلة جدا جدا مقارنة بالعدد أو بالطلبات المتواجدة على مستوى بلدية قصر الأبطال، حوالي 1200 طالب و30 استفادة. قصر الأبطال فيها قرى ومداشر الكبيرة، فيها قريب 17 دوار. دائما المجلس الشعبي البلدي أنه يحاول يدير عدالة اجتماعية وتقسيم هذه الخيرات على كل المناطق البلدية. يعني درنا هذا التقسيم، ان شاء الله هزينا من كل يعني قرية زوج مضرورين، يعني زوج مواطنين مضرورين، والقائمة حاليا على مستوى الدائرة. كذلك مشروع اللي هو ثاني مشروع يعني صعيب، القضاء على سكن تاع الشط الفوضوي، الشط حي الفوضوي. هذا الحي يعني البلدية السابقة وين دارت يعني دراسة من أجل إنجاز مجمع ريفي لكنه لم يتجسد. دائما نقول الشكر موصول للسلطات المحلية، السيد والي الولاية السابق كمال عبلة والسيد والي الولاية الحالي السيد محمد أمين درامشي مؤخرا، أينما استفاد هذا السكان بربعين استفادة سكن ريفي. ان شاء الله نخدموا لهم مجمع ريفي. الدراسه حاليا عند مكتب الدراسات، ان شاء الله في الاجل القريبه القادمه نجيبوها ان شاء الله ومباشره بتوزيع هذه
هذه سكنت يعني هذه نقطة جد مهمة. يعني هذا الواد شوف ديما نكنسو ننظفو يعني ما دهمش ربي الناس يجيبوا الجميع يعني الأوساخ كامل يعني اللي تموت له حشك بقرة نعجة يجي يرميها ثم. والواد هذا أصلا هو طريق يعني ما دهمش ربي الناس هذو. هذا الجسر المائي يعني هزيناه كأولوية في إطار لبسيشية يعني إن شاء الله يمدهن إن شاء الله هو بالطريق الزينية كأولوية هو والدالون الجسر تاع فنية الشواكر شو المواطنين تقولون أنه خلال 2023 إن شاء الله تكون سنة التنمية. هذا المنبر يعني ندعو كافة المواطنين تاعنا يعني نطمئنهم ونبشرهم إن شاء الله الخير راه جاي وندعو كذلك المجلس الشعبي البلدي إلى المساهمة أكثر وأكثر فأكثر في تنمية البلدية. أبواب مفتوحة إن شاء الله أبواب البلدي مفتوحة لجميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي نقول لهم ارواحوا ونتعاونوا كامل نخدموا مع بعضنا خدموا المصلحة العامة نغلبوا على المصالح الشخصية. رئيس البلدية ما هو إلا مجرد يعني يقود فقط هذا مكان من الاقتراحات وكذا كذا دائما تكون من طرف المجلس الشعبي البلدي وهذه الديمقراطية التشاركية. الجمعيات كذلك ديما نستدعيهم يعني ديما راهم يشاركوا معنا نشاوروهم كامل. هذه هي وشكرا سي عبد الرحيم بارك الله فيك. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.